نحن نريد أن نخرج المعتقلات من داخل السجون ونخفف عنها. أنا أخذوا بناتي التنتين اعتقلوها، بناتي كانوا بمنظمة الهلال الأحمر، فاعتقلوا بناتي وتأخذوا مني على الحدود. هذا الإحساس وهذا الشعور اللي أنا عشته ما حدا بيحسه غير أهل المعتقلين. يعني هي فترة كانت قصيرة اعتقالهم، بس أنا عشتها وبعرف ما بتنوصف نهائيا. حاجتنا حكي وحاجتنا خطابات وتعاطف تضامن، نتمنى يصل صوتنا وفعليا يكون في شيء على أرض الواقع يلي معنا مع الشعب السوري بينفذ فورا. ما بدنا نسمع كلام وخطابات، ملينا وشبعنا صنت من سنين. يجب أن نسمع صوتنا لكل العالم. المطالبة بالمعتقلات هو أمر أخلاقي بالدرجة الأولى، لا يخص فقط السوريين، هو يخص كل إنسان شريف على وجه الأرض.